السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين، تكونوا بخير وعلى خير. انا رجعت لكم فيديو جديد، ولكن هذا النهار عندي واحد الضيفه، عندي عجوزتي وجات وقالت لي في خاطري لي كريب مالحين، وقلت لها الله يا ودي هي الاولى، خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه. عندنا في المقادير ديال هاد لي كريب مالحين، انا هنايا كندير جوج بيضات، جوج كيسان ديال الفرينه، في الكيسان ديال العنبه، عندنا معلقه كبيره ديال الزبده، انا كنسمه بالزعتر، كل وحده وباش بغات تنسمه، تقدري تنسمه بالبودر ديال الثومه. عندنا هنايا قوسه ملح على حساب الملوحه اللي بغيتو، انا مع الحشوه نخاف نملحها، وعندنا سيوترو ديال الحليب. غادي نضربوا هذا البيض شويه، نزيدو عليه شويه الملح، الزعتر، نزيدو الحليب، نزيدو الزبدة، هاد الخليط احنا غادي نديروه هنا نضرب في الموليميكس. انا غادي ندربو ونرجع ليكم باش ما يزعجكمش الضجيج ديالها. دابا غادي نزيدو هاد جوج كيسان ديال الفرينه، غادي نحاول نخلطو واحد شويه، ها هو الخليط. دابا غادي نكبو هنايا في الطاوله، هنا ها هو الخليط ديالي كما كتشوفوا، دابا غادي نرجعو يطيب، خليكم معايا. هنا البنات انا دهنت المقله ديالي بشويه ديال الزبده، راه تسخن، غادي ندير فيها نبدي ندير فيها لي كريب ان شاء الله. هنايا عندنا الحشوه ديال لي كريب اللي غادي نديرهم، عندنا لاداند مقطع مربعات، عندي الثومه محكوكه، عندي لاموطارد، عندي هاد لاموطارد حبيبات، عندي هنايا لاصوص ديال هادي برجر، عندي الشالوت مقطعاها، وهنايا الفرماج تاع الكاري، وعندنا هنايا هاد الخل كيعجبني نطيب به لاداند، كيخليه فسي وكيعطي واحد النكهه زوينه، كان عندك ديريه، ما كانش عندك ماشي ضروري. وعندنا الملح حسب الذوق، غادي ندير شويه ديال زيت العود باش تقلها لي. من بعد ما سخنت لي الزيت غادي نزيد هاد الشالوط مع الثومه، نقصو النار عليها باش ما تحرق لكمش،
نخليها تتسلق. انا غادي نزيد عليها لادانت نزيدو لا مونطاج معلقة صغيرة ديال المونطاج وهذا لا مونطاج حبيبات كما كتشوفوا حتى هي معلقة صغيرة عندكم هذا لاماطاق حبيبات ماشي ضروري هذا لاصوص دابا غادي نزيد حتى في الخل ديال العنب الملح والحبه كحله نزيدهم دابا ما الكروة ماما واخر نحركهم ندخلوا هذاك الخليط مع بعضياتهم دابا غادي نغطي عليه ونخليه يتجمر مليح ودخل هاد لاصوص تدخل فيه مزيان ونتلاقاو بعد ما يطيب كما تشوفوا البنات غادي وكيطلق لاصوص ديالو راني ما صدت فيه لا ما لا حتى حاجه وحده راه كيطلق داك الماء من بعد لا دانت ما دخلوا الطياب راني صدت عليه هذاك الفرماج ديال الكاري والا كان عندكم الفرماج اللي تحك احسن انا عندي هذا موجود دابا درت هذا ها هو الكريب ديالي طاب دابا الحشوة ديالي موجودة غادي نعمر هاي الحشوة كما كتشوفو راه كتجي لذيدة بزاف جربوه مغاديش تندمو غادي نوريكم ثلاثة ديال الطريقات ديال التعميرة كتجي على هذا الشكل هذه الطريقه الثانيه كتبدو الى كريب تحاولو تضبطو شوية عليه هنايا كيجي هاكا هادي الطريقة الثالثة كناخدو موس نقطعوها كيما هاك بهاد الشكل نحطو الحشوة كنديروها على شكل بحال البريوات كتجي نبقاو حنا غاديين حنا ندورو كتجي على هاد الشكل المهم انا غادي نكملهم ونرجع ليكم هانا البنات هاد الكريب ديالي هما واجدين راني كنت بريسيتهم شويه في لاباري ديال البانيني ها هو داك البطبوط اللي كنت درته درتو في الكونجيلاتور هنا جبته حتى هو راني عمرته درت له السوسيت والماتيشا وهنا رافقته بواحد السلطه نتاع الكرم والمعدنوس والشالوت يلا حبيبات ديالي تهلاو فراسكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد السلام عليكم.